الخبر اللي جاي يمكن احنا انفردنا هنا في قناه النادي الاهلي في البيت الكبير، ان وكان معانا طبعا محمد مرجان مدير النادي الاهلي، وقال ان احنا طلبنا قبل حتى ما يوصل فاكس من الاتحاد الافريقي ان احنا تكون مباراه العوده بالنسبه للنادي الاهلي والوداد تكون يوم 3/8. عارفين ان الاهلي وصل لدور قبل النهائي وانه هيقابل الوداد البيضاوي ان شاء الله. سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي قال ان الجهاز الفني بقياده فايلر حدد يوم 3 اكتوبر موعد لمباراة العودة بين النادي الأهلي والوداد، في طبعا في إياب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال أفريقيا أبطال الدوري. وكابتن سيد قال إنه أخطر الفيفا بهذا الموعد اللي اختاره النادي الأهلي، وبيتم التنسيق حاليا على مع الجهات المعنية والأمنية على الحصول على الموافقات الأخيرة اللازمة طبعا لإقامة المباراة على استاد القاهرة إن شاء الله، وتكون بإذن الله طريقنا الى النهائي ان شاء الله باذن الله. احنا عارفين ان الاتحاد الافريقي كان حدد اما يوم 16 او 17 سبتمبر اللي جاي موعد لمباراه الذهاب في المغرب، فاحنا لسه يمكن مش يعني في طريقنا لمعرفه امتى موعد المباراه باذن الله.